والله انا عاوز اساله، هو بيتفرج على نفسه يعني؟ هو بعد الماتشات بيتفرج طبيعي زينا على نفسه؟ بيشوف المتعه اللي احنا بنستمتع بيها؟ انا في يجري مقابلات كان لحبت انه لا، لازم اساله، لازم اساله ايه احساسه وهو بيتفرج على نفسه، لان دي متعه. وبالظبط يعني اللعيبه حافظه، اتفرجت عليه وحافظته وحافظت تحركاته وتمركزه، ورغم كده بيترقصه. دي مهاره، موهبه كبيره. وزي ما بقول لك الاحساس اللي احنا واحنا مستمتعين واحنا بنتفرج عليه، ايه احساسه هو على نفسه؟ لازم قريب انا لازم اشرف يساله، هل هو بيتفرج على نفسه ويشوف المتعه؟ هل احنا كلاعيبه لما كنا بنلعب كنا بنتفرج علشان نحسن او نشوف اخطائنا؟ هو ما شاء الله مباريات مثاليه متكامله، لا مفيش اخطاء، بل على العكس احنا بنشوف ان هي تكرار، بس تكرار للمتعه وبنفس الاحساس ما يوصفهاش او ما يوصلهاش الا لعيبه كبيره اساطير.